السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات داخل الوطن وخارج الوطن، والناس اللي يحبونا، وما ننساش نترحموا على السي أحمد ودرحل الدجاج، الله يجزيه خير الرحمة والمغفرة. هذاك السي قد كان رجل طيب، رجل يحب الخير، وكان في ما فيش الكبر، الله يرحمه ويجد في الرحمة والمغفرة والتواب. وتحياتي للناس العونات والناس بزاب اللي كيتبعونا من جميع أنحاء العالم، والناس بزاب عموما كاع الناس تبع الإقليم سطات بالحمد سيدي حجاج خويا، بقى الناس اللي في الغربة في إيطاليا في أوستا، مهم جميع المدن الإيطالية، والناس فرنسا والناس إسبانيا، المغاربة اللي في إسبانيا، تحياتي للدعم المتواصل، بارك الله فيكم. وما تنساوش لنا اللايك، اللايك هكا تنساو اللايك. كيما كتشوفوا حنا اليوم كنتواجدوا في ولاد زيان، وبالضبط في البطيوه، الناس البطيوه الناس الله عمرها دار وفرحوا بينا في هذه المنطقه. حنا اليوم جينا عندنا واحد البريكون هنايا ديال هاد، كنديروا واحد الحوش هنا، وهاد الحوش خاصنا نكملوه ونشوف حالا ان شاء الله. بغيت نشاركوا معكم، وكنشكر الله سبحانه وتعالى اللي عطانا هاد الغيث، اللي الدنيا كما كتشوفوا الخضار، وغادي نوريكم الخضار اللي هنا تبارك الله. تعال معايا سيدي هنا، مرحبا. كما كتشوفوا الخير ديال الله سبحانه، الخير ولا موجود، هالزرع هالشتا تا هي كما كتشوفوا الجو ديالها، وشلا ما صبت الحمد لله والشكر لله، الله يدومها النعمه. ونطلب الله تعالى، نطلب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ديال شعبان الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والعافيه، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. وتحياتي لكم، وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو من عند الناس بالطيوق من واد زيان. تحياتي لكم، ما تبخلوش علينا الدعم ديالكم، وكنشكركم جزيل الشكر. والخدمه عندنا اليوم من تحديت التبنيت، اليوم حنا كنتعاونوا مع الاخ ديالنا البناد، حيت اليوم ما عندناش التحديت من الشركه ديال بيلفور، الشركة ديال بيرفور اللي هي معروفة السعيد الوطني. نتمنى كل شيء يدعمنا وكل شيء يعاوننا، بارك الله فيكم. والتحية للناس الغرباء والناس مزاب والناس العونات، العونات ديال مزاب والعونات ديال دكالة، والمغاربة كاملين داخل الوطن وخارج الوطن، تحياتي لكم. شكرا 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 بزاف. ما كنساوش الخير ديالكم، خيركم سابق اخواني واحبابي، وانا ما عندي حتى شي حقد على شي حد، ولا كنحقد على شي واحد، ولي درت في حقه شي غلط اسمح لي. ان الشيطان ينزغ بين الاخوان وبين الحباب وبين جميع اللي كيبغي الخير هاد البلاد وكيبغي الخير الناس. الله يعطيكم الصحة والسلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.